بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، المتتبع لي أكيد يعرف بزيارتي لأهلنا وأشقائنا في المملكة المغربية الحبيبة. والله يا إخوان الأفاضل، وبدون أي مجاملة، كرم استقبال حافل، جزاكم الله خير يا أهلنا في المغرب، ما قصرتوا والله والله، فعلا فعلا يعني لأول مرة في حياتي يعني واحد يكرمني بهذه الطريقة، طريقة مش طبيعية والله. فعلا أخجلتم يعني أخجلتموني والله، مش عارف إيش أنا أعبر وأكرر شكري وتقديري واحترامي لكم يا أهلنا في المغرب من الحفاوة اللي أنا حصلتها في زيارتي لكم، جزاكم الله خير. وللعلم، رغم شوف أخواني الأفاضل، رغم وجودي في أرض المغرب، سويت حلقة انتقدت، طبعا أنا انتقدت تطبيع حكومة المغرب في السابق مع الكيان الصهيوني الغاشم، وأنا في المغرب أيضا نزلت حلقة انتقدت التطبيع، وعملت لقاءات مع بعض المواطنين المغاربة اللي أبدوا اعتراضهم ضد هذا التطبيع الغاشم، ومع ذلك ما حد قال لي يا أخي أنت جاي بلادنا وتتكلم، أنت جاي ومسوي لك راس، وأنا في المغرب ما حد كلمني ولا حد قال لي لا. وهذا الموضوع اللي احنا دائما نطالب فيه يا أخي، نسمع كلام بعض، نسمع الآراء، حتى لو اختلفنا معاك مش دليل أني أنا، والله إخواني الأفاضل، مش دليل أني أنا أقول للحكومة المغربية أنا أكره التطبيع وأكره الصهاينة وضد التطبيع، أني أنا أكره المغرب. بالعكس، أنا أبي لكم الخير وأنا أحب لكم الخير. والله دائما اللي ينتقدك نقد بناء وينصحك والله يحبك، لابد أنها السياسة نتبعها، يعني سياسة تكميم الأفواه هذه خلاص، أرجوكم خلاص، هذه رسالة للجميع. فجزاكم الله خير يا أهلنا في المغرب، وأنا موجود عندكم الحمد لله رب العالمين، ما حد اعترض ولا حد قال إيش دخلك ولا حد من هذا الكلام. وأنا أرجوكم يتسع صدركم مرة ثانية، أهلنا في المغرب هناك مواطن سعودي اسمه الدكتور أسامة الحسني، هذا مواطن عنده أيضا جواز أسترالي، هذا دكتور وإنسان حافظ القرآن وإنسان على حسب ما قرينا وسمعنا إنسان فاضل وطيب وما له أي توجهات سياسية. والمخابرات السعودية بعثت بطلب لضبط هذا الدكتور واعتقاله، وفعلا السلطات المغربية اعتقلت الدكتور أسامة وصدر أمر من المحكمة بتسليمه وترحيله إلى المملكة العربية السعودية. يعني أنا السؤال اللي حاب أوجهه ووجهه إلى ملك المغرب وإلى حكومة المغرب وإلى أهل المغرب، يعني أنتم ما تعرفون أن هذا المواطن راح ترحلونه لمجرم سفاك دماء، سفاح قتال قتله، ما خلى حد اللي احبسها بالباطل، كلكم تعرفون. فرسالتي الى ملك المغرب، والله يعني ارجوك لا تشوه سمعة بلادك. انا بسألك سؤال واسأل الجميع في المغرب، انا شي ضمني انا الان ما تلقون القبض علي وتسلموني الى كوهين بن زايد ولا بنجامين آل سعود، وانتم تعرفون اني انا انسان من المعارضين لهم، شو اللي ضمني اخواني الافاضل؟ والله بهذه الطريقه انا اقول لكم من انسان ناصح امين لكم، لا ترتكبون هذا الخطا انكم تسلمون هذا الانسان. يعني انا اقول لكم والله لو بتسلمونه لدوله فيها قضاء عادل، لو بتسلمونه لدوله فيها ناس يعني بيحكمونه بما يرضي الله، هذا مجرم، هذا بقطه بيذبحه في السجن. ارجوكم لا تكونون اعوان لقاتل في قتل انسان، وكلكم تعلمون ان هذا بنجامين آل سعود قتل الخاشقجي، قتل الحامد، قتل الشيحي، قتل الحويطي، قتل حابس للعلماء الشرفاء، ما خلى حد بهدله، اي انسان يتكلم حتى لو بالنصح يسجنه. العودة قال اللهم اصلح بينهم، قطاه في السجن. فارجوكم يعني لا تشوهون سمعتكم. فأنا أقول لكم والله أنا شخصيا، أنا اسمحوا لي، أنا خاف أني أنا أزور المغرب مرة ثانية، ممكن في أي لحظة تسلموني حق كوهين بن زايد ولا حق محمد بن سلمان ويقتلني ويسويني كفتة، والله بيسويني كفتة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله طلب من القلب
ابتداء من الملك إلى رئيس الحكومة إلى الشعب المغربي الأصيل، لا تسلمون هذا الإنسان، ما مسوي شيء، ما عنده أي مشكلة. نحن نرجو أنكم أنتم تحكمون العقل ولا ترضخ، وإحنا نعرف أن يعني الحمد لله رب العالمين أهل المغرب ناس أشداء في الحق، أنتم أشداء في الحق. يعني والله طلب خاص، طلب خاص ورجاء حار، يعني أنتم يعني أخجلتموني بكرمكم، أخجلتموني بأخلاقكم، أخجلتموني بتواضعكم بشرفكم. ويا يا يا ملك المغرب، يا ملك المغرب، هذا أيضا مواطن يصير ابن عمك، هذا حسني، هذا حسنة ويرجع نسبه إلى الأدارسة، نسبه شريف من الأشراف، فكيف تسلم ولد عمك؟ هذا ولد عمك يا ملك المغرب، كيف تسلم حق واحد مجرم؟ ما هذا والله مجرم، وأنت تعلم، والله إنك تعلم أن هذا محمد بن سلمان بن جميل آل سعود إنسان مجرم. فرجاء خاص، وأنا والله لا أعرف هذا أسامة الحسني ولا عمري قابلته ولا، لكن كلمة الحق لابد أن تنقال. وحبا فيكم، حبا فيكم أهل المغرب، ما أبي تتشوه سمعتكم بكرة يقولون والله حكومة المغرب تسلم المعارضين وتسلم الناس وتتنازل، ما نرضى على أنتم، ما تتنازلون، أنتم ما تتنازلون. فرسالة خاصة والله من القلب بكل أدب وبكل احترام، نرجو أن يتم إطلاق سراح هذا الدكتور الفاضل، ما مسوي شيء، يعني ما سمعنا عنه شيء، والله ما نعرف عنه أي شيء، أنه يعني يعارض ولا يسب ولا يشتم ولا 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 ولا، يعني أنا لو بن جميل بيسويني كفتة بقول أنا طايح فيه، لكن هاي ما تكلم فيه، ما تك ولا أجاب طاري حتى، لا آل سعود ولا. فالله يصلح الحال يا رب ويهديكم يا رب. رسالة أرجو 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 إطلاق سراح الدكتور أسامة الحسني ويعطيكم الصحة، مثل ما استحملتموني أني أنا عارضت تطبيعكم مع الصهاينة، تستحملون هذا الطلب وتطلقون سراح هذا الإنسان الكريم، وجزاكم الله خير.